كتير قوي لو خدنا قرار اننا نتحرك لحقل او لخدمه معينه ربنا دعينا ليها، في الغالب هتقابلنا تحديات ضخمه جدا جدا. اوعى تفتكر انك هتلاقي كل الناس مرحبه وكل الناس بيسقفوا لك على العمل اللي هتتحرك ليه، لكن هنقابل تحديات كتيره جدا واحنا بنتحرك. قبل التحرك هنقابل تحديات زي مثلا مقاومه الاهل لينا. في الغالب لما بنطلع بره البوكس وبره القالب المتعودين عليه، الاهل هيقاوموا انه احنا خايفين عليكم، بلاش تتحركوا، دي ارض مليانه بالمخاطر. لكن مش بس كده، كمان تعلقنا الشديد بمستوى معيشي وباسلوب معيشي وتسهيلات معينه، ده ممكن يكون من التحديات. تعلقنا باصحاب او باي مساند بشريه، ده ممكن يكون من التحديات اللي هتقابلنا وهتعيقنا عن التحرك. من ضمن الحاجات اللي هتعيقنا عن التحرك قناعتنا الخاطئه باننا مش هنقدر نستغنى عن امور معينه اتعودنا عليها، مش هنقدر نعيش في بلد صعب، مش هنقدر نتعلم اوضاع ثقافه ولغه مختلفه. كمان امر الارساليه امر جديد، مش دايما الامور الجديده بتبقى سهله على الناس المحيطين بينا ان يوافقوا عليها، ممكن نلقى مقاومه مش بس من الاهل لكن حتى القاده اللي في كنايسنا او القاده الروحيين بتوعنا، مش بسهوله هناخد على موافقه كمان منهم. من ضمن التحديات اللي هتعيقنا خوفنا الزائف على نفسنا، تهويل العدو لينا بأمور يحط قدامنا ترهيب ويهول من المشهد إن إحنا لو رحنا الحقل إحنا الحقيقة يعني هنموت، فتحركنا للحقل ده يعني الموت. عايزة أشارك معاكم لما موسى قرر يرسل 12 جاسوس لأرض كنعان، في 10 جواسيس الكتاب يقول عنهم أشاعوا مدمة. عملوا إيه؟ الكتاب يقول كده إن هم قالوا إحنا مش هنقدر نصعد للأرض دي، الأرض دي صعبة جدا، دي أرض بتأكل سكانها، ده إحنا لو رحنا هنموت. مش بس كده، لكن ده في جبابرة، رأينا جبابرة هناك، العمالقة ساكنون هناك وبني عناق، إحنا مش هنقدر إننا نصعد للأرض دي، دي مدن حصينة جدا، شعب معتز. الشيطان بيعمل كده، بيهول الصعوبات قدامنا. هو الحقل مش سهل والإرسالية مش أمر سهل، لكن مش زي ما العدو هيصور ليك. لكن كالب ويشوع، الكتاب يقول عن كالب اللي كان معه روح أخرى، كأنه كان شايف حاجة تانية. كالب شاف كل الصعوبات بالضبط زي العشر جواسيس، لكن قال نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. الكتاب يقول كده ان هو قال هم خبزنا زال عنهم ذلهم، يعني كأنهم مش موجودين. كالب ما شافش التحديات، ما شافش الصعوبات، كان شايف ان هم الخبز بتاعنا، مش الارض هي اللي هتاكل سكانها، لكن ده هم الخبز بتاعنا. زي شعر انه اكبر مخاوف كانت عند كل بنت هي انه زي تخرج من منطقه راحه بتاعتها والاستقرار والبيت والحته اللي فيها امان، وتطلع على حقل تاني وشعب تاني ولغه تانيه مختلفه. فزي كل بنت بتبقى عندها كده مخاوف انه زي تسيب بيتها وتسيب الحته اللي فيها امان وتسيب البلد بتاعتها وتخرج. ومن اكبر الحته بتخوفها هي حته الخروج. فزي يعني حتى دي كسرت جوايا انه خرجت بره حته الامان، وخرجت بره حته الخوف، وخرجت بره حته انه زي يعني متعودين على حته الراحه والامان كبنات، لكن زي رب اطلق الحته دي وخرجت ودخلنا على بلد تاني وشعب تاني. من اكبر الحاجات اللي زي اتعلمتها في الحقل هناك انه ازاي ربنا ياخدك على حته تاني ويوسع احشائك ويوسع رؤيتك ويوسع دعوتك وتشوف بلد تانيه باحتياجات تانيه بشعب تاني. انت زي يعني كنت مش حاسس بالحته دي، لكن لما بتطلع وتدخل وتدوس اراضي جديده زي ربنا كانه بيوسع في احشائك وتشوف احتياجات شعب تاني وتشوف امه تانيه وتشوف ناس تانيه عندها جوع وعطش انها تسمع الكلمه، وجوع وعطش ان هي تشوف اهتمام، وجوع وعطش ان هي تلاقي حد بيصلي لها وتلاقي حد بيشجعها وتلاقي حد بينزل ويكرس في الارض بتاعتها. مش مجرد بس ان احنا بنصلي ليهم ونشجع ليهم، لكن نزلنا الارض وشجعناهم واتحدنا بالارض دي والشعب دي. فرقت معايا انه زي الرب غير اتجاه قلبي وغير احشائي من حته فيها راحه وامان لحته فيها خروج لامه تانيه وشعب تاني. وده اللي بعد كده بدا ياثر على شكل دعوتي وشكل الحياة اللي بدأنا نعيشها من حتة بره الراحة ونطلع لأمم تانية وشعوب تانية يعني. لكن كمان في تحدي تاني بيقابلنا اللي هو بريق الأبواب المفتوحة. أؤكد ليك إنك لو اتحركت في زيارة صغيرة للحقل ورجعت وإنت بتقدم حياتك عشان ربنا يبدأ يعدك لتحرك أطول،
ثق ان العدو هيفتح لك ابواب كتيره جدا جدا، يمكن بارتباط مش في مشيئه الرب، يمكن بتوفير فرص عمل مش في مشيئه الرب. اخت كانت بتشاركني بتقول لي انا بعد ما رحت الحقل ورجعت كل الاشغال اللي كانت مقفوله قدامي كلها اتفتحت، والسي في بتاعي بقى اتقبل في كل الاماكن فجاه. الحقيقه مش دايما الابواب المفتوحه من الرب، كتير قوي الابواب المفتوحه بتبقى من ابليس، والبريق بتاعها مرات كتير قوي بيزغلل عينينا وبيخلينا مش قادرين نثبت عينينا على الهدف والقصد الالهي اللي الله دعينا علشانه. عشان كده محتاجين ناخد لبالنا قوي كمان التحدي المادي، ممكن ده يكون تحدي قدام ناس كتير قوي، مش بس للارساليه لكن اي خدمه بشكل عام. مرات بنفتكر انه الازمه الكبرى هي في الامور الماديه، بس عايزه اقول لك ينفع نواجه التحديات دي. خليني في نقط صغيره قوي نساعد بعض بافكار عمليه بسيطه. الحاجه الاولى، استعن بمجموعه اصدقاء، ناس ليهم نفس الفكر بتاعك، حاول تدور على ناس عندها نفس التثقل، عندها نفس الفكر، وحاول تتقابل معاهم وتصلوا مع بعض وتشاركوا الأفكار اللي الرب بيحطها في قلبنا مع بعض، لأنه ده بيساعد على أنه عمل الرب يملأ قلبنا ويكبر إلى أن يخرج للنور. كمان خلونا نصلي للمخاوف بتاعتنا، نطلب من قائد روحي أو قسيس في كنيسة أنه يصلي من أجلنا. مهم قوي يكون عندنا منتور أو قائد، العمل المرسلي مش سهل أبدا، محتاجين دايما ناس تبقى في ظهرنا وناس دايما تبقى بتدعمنا بالصلاة. عايزين كمان نحاول ان احنا نحصل على مباركة الاهل لينا. مرات كتير لما ربنا بيكلمنا عن عمل مرسلي او فكر مختلف للخروج في الخدمة بنقرر ان احنا هنتحرك بغض النظر عن رأي الاهل موافقين ولا لا، بس عايزة اقول لكم في فرق كبير قوي بين ان احنا نخرج واحنا مش واخدين مباركة الاهل وانهم يكونوا مؤيدين ومصادقين على العمل ده. محتاجين ان احنا نشارك معاهم باللغة اللي يفهموها، محتاجين نصلي. ربنا بيشتغل على كل الاطراف، ثق ان الرب اللي وصل الفكره دي لقلبي وكلمني بيها لازم يشتغل على كل الاطراف، على القاده في الكنيسه المحليه بتاعتي وكمان على الاهل. محتاجين نتكلم معاهم بلغه بسيطه ومحتاجين نتكلم معاهم باتضاع بدون تعالي، بدون ما نحسسهم احنا مستغنيين عنكم، بالعكس احنا محتاجين جدا لمباركتهم، محتاجين جدا لتأييدهم لينا، محتاجين قوي انهم يقفوا في ظهرنا بالصلاه. لكن كمان عايزين نرفض المعتاد ونطلع بره المقاييس العادية. مش معنى ان انا اتحطيت في قالب معين معناه انه انا هبدأ كل عمري وهنتهي كمان في نفس المكان. الرب اتكلم كده للتلاميذ في اعمال واحد، قال لهم تكونون لي شهودا في اورشليم واليهودية والسامرة والى اقصى الارض. طبعا لازم نبدأ بالمكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، بس مش بالضرورة حياتنا هتنتهي في المكان ده، ممكن ربنا يطلقنا لحقول اوسع. لكن كمان ارفض كل الصور وهمية العدو بيحطها قدامك وبيصعب الطريق عليك. العشر جواسيس اللي قالوا ارض تأكل سكانها، احنا هنموت، هم دول اللي جثثهم سقطت في البرية وما دخلوش ارض كنعان. وكالب ويشوع اللي امنوا واللي صدقوا واللي كان قلبهم مليان بالايمان ان ربنا هيدخلهم وان ربنا هيزيح الاعداء من أمالهم، الرب عمل كده وحقق لهم الإيمان. بيكرم الله والله كمان بيكرم الإيمان. ما تخافش على نفسك لكن أسكب حياتك. لكن كمان احذر ان انت تاخد قرار مصيري ممكن يعطل الدعوة للأبد. انا سمعت قصص كتيرة قوي عن ناس كان ربنا دعيها وكانت واثقة انه في دعوة على حياتها، لكن بسبب قرار مصيري، ارتباط او شغل او خدمة مش في مشيئة الله، الدعوة والقصد الإلهي في حياتهم ما تحققش. عشان كده محتاجين نكون حريصين جدا قبل ما نقبل على قرارات كبيرة. عايزة أقول إنه التحدي المادي إبليس بيصوره قدام عينينا إن هو ده التحدي الأعظم، بس دي مش الحقيقة، دي أكذوبة كبيرة قوي لما بندرك إنه التحدي المادي هو العائق الكبير قوي. الحقيقة إنه الجنيه عند ربنا زي المليون، وربنا بيعرف يسدد الجنيه زي بالظبط ما بيعرف يسدد المليون. أزمة ربنا الكبرى مش في الفلوس، أزمة ربنا الكبرى في العنصر البشري، إن ربنا يلاقي حد بيقول له أنا ذا، إن ربنا بيلاقي حد يقول له يا رب استخدمني أنا جاهز إني أتحرك. سامحني أقول مرات كتيرة قوي إحنا بنحد العمل المرسلي بس في إن إحنا نبعت تبرعات معينة أو بعض التقديمات، بس ربنا عايز الأغلى بكتير إن إحنا نقدم زودنا. الفلوس لوحدها مش بتغير النفوس، لكن وإحنا بنتحرك ربنا بيستخدمنا. أوعى تفتكر إن العائق المادي هو عائق حقيقي، ربنا بيقدر يسدد بلمسة وبكلمة أيا كانت الاحتياجات
قد إيه ضخمة، لكن حياتي وحياتك هي دي التحدي الأكبر، إن ربنا يوصل قلبي القناعة إنه أطيع وآخد القرار وأخرج برا دايرة راحتي. أفتكر ده احتياج ربنا الأعظم.